الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا في الحرم المكي أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فصلوا عليه. إخوتي من جوار الكعبة المشرفة أدعونكم يا أحبابي، غفر الله لي ولكم، هذه ليلة الجمعة، ليلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبابي من الحرم المكي يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه الصلاة والسلام. أحبابي يوم الجمعة موسم عظيم، موسم حصاد للأجور وللثواب، فيه يعني مهرجان عظيم العبادة، فاغتنموا جزاكم. يوم الجمعة يا أحبابي فيه الغسل، يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، التبكير للصلاة، الطيب لبس الجديد، الأطيب الأحسن. يقول عليه الصلاة والسلام عن من يصلي عليه: قليلا يغفر ذنبك وتكفى همك، إذا أردت يغفر الله ذنبك ويكفيك همك صلي عليه كثيرا عليه الصلاة والسلام. لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر، الله في عليه يصلي عليك عشر مرات صلى الله عليه وسلم. أنا في الحرم المكي جانب الكعبة، حيث انطلق النور والرسالة، حيث النبوة، وحيث الدعوة المحمدية على صاحب الصلاة والسلام. أنا أقول لكم: يمثلني عمر العربي، ومحمد الفاتح التركي، وصلاح الدين الكردي، وطارق الأمازيغي، وبلال الحبشي، وصهيب. سامحوني يمكن الصوت ليس واضح لأني في الحرم على المصلين، لكن أقول: من أي مكان تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، من أي نقطة في العالم يصل سلامكم وصلاتكم من النبي.